اهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي خط احمر. وحشتونا ووحشنا الدفاع عن النادي الاهلي بفلسفه وشخصيه النادي الاهلي. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وتحديدا برنامج الاهلي خط احمر. وبالفعل افتقدناكم الفتره اللي فاتت، ولكن عوده ان شاء الله تكون طليق بكيان النادي الاهلي وترضي حضراتكم ان شاء الله. التاريخ ما بيتكتبش في يفط، التاريخ الوهمي بس هو اللي بيتكتب في يفط. ورانا التاريخ الحقيقي للنادي الاهلي اللي عنده في تاريخه 41 بطولة دوري مقابل 12 بطولة دوري للمنافس. البطولة ال 12 في الدوري حققها الاهلي سنة 1975 تحديدا من 45 سنة. التاريخ فيه 36 بطولة كاس مصر للنادي الاهلي، المنافس عنده 27 بطولة. البطولة ال 27 للنادي الأهلي حققها سنة 1989 من 31 سنة. التاريخ فيه 11 بطولة سوبر للنادي الأهلي مقابل 4 للمنافس. البطولة الرابعة في السوبر المصري حققها النادي الأهلي سنة 2009 يعني من 13 سنة. التاريخ في بطولة السوبر الإفريقي النادي الأهلي عنده 6 بطولات، المنافس عنده 4 بطولات. النادي الأهلي حقق البطولة الرابعة سنة 2009 يعني بنتكلم في 11 سنة. هو ده تاريخ النادي الأهلي الحقيقي، مش اللي على يافطة ولا وهمي.